سماع أصوات الرعد ولمعان البرق هنا على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، واستمرار لهطول الأمطار، استمرار لهطول الأمطار. على عدد من المدن وقرى محافظة كفر الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زالت الأمطار مستمرة التي تشهدها عدد من المدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ونرصدها لحضراتكم. وكما أشرت، لم تعلن غرفة العمليات بالمحافظة ولا بميناء الصيد بالبرولس عن توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الصيد بالبرولس، وانطلقت مراكب الصيد صباح اليوم في عرض البحر المتوسط وفي بحيرة البرولس في رحلات صيد، ولم نتلقى حتى الآن أي بيان من غرفة العمليات بالمحافظة ولا من ميناء الصيد بالبرولس بتوقف حركة الملاحة البحرية. كل متابعينا في اليوم السابع، كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع. سبحان مغير الأحوال. كل متابعينا في اليوم السابع، أمطار متوسطة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ وهبوب رياح وسماع صوت الرعد والبرد ولمعان البرد في محافظة كفر الشيخ. كل متابعينا في اليوم السابع، أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تهب على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ. وسماع صوت الرعد ولمعان البرد هنا على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ. ما زال هطول الأمطار مستمر. كل متابعينا في اليوم السابع على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ولمعان البرق وصوت الرعد في سماء المحافظة. كل متابعينا في اليوم السابع، ولم تعلن غرفة العمليات بالمحافظة عن توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الصيد بالبرولس، وهنتابع مع حضراتكم إعلان محافظة كفر الشيخ ومحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين عن رفع درجة الطوارئ في المحافظة لمواجهة حالة الطقس.